عسلامة، مرحبا بكم في داري، مرحبا بكم في كوجينتي، مرحبا بكم احبائي. اليوم باش نقدم لكم اكله ياسر بنينه، باش نعملوا الخبز العربي نتاعنا التونسي، باش نطيبوه في الفور وان شاء الله يا ربي تعجبكم وصفتي لليوم. كان عجبتك ما تنساش الضغط على زر الاعجاب، وكان انت اول مره تزور قناتي ما تنساش الاشتراك فيها مع تفعيل الجرس باش يوصلكم بقيه الفيديوهات نتاعي. نبداو على بركه الله، نحضروا مع بعضنا الخبز العربي نتاعنا التونسي بطريقه ياسر سهله، وزيد اهم حاجه انه بنين برشا. باش نقيسوا بالكيله، كيله الفرينه عليهم زوز كيلات سميت ارتب خبز، عليهم ساشي كامله خميره خبز. هسا شي هذا معادل مغرفه كبيره نتاع ماكله. باش نحطوا مغرفه ملح، الملح ردوا بينا. هنا عندي توا الزيت زيتونه زوز مغرف كبار، اما من بعد باش نستعمل الزيت زيتونه في العركاء. لهنا عندي الفحات اللي باش نحطهم في الخلطه، معناها باش نحطوها في العجينه. عندنا سينوج وبسباس وحبه الحلاوه. هنا عندي البسباس نتاعي مع الرجتو راهو على النار مش حاطه توتور. باهي عندي هونيا السكر، حطيت شطر مغرفه كبيره نتاع سكر، باش نحطهم بعد عليها لخميره الخبز تنوريكم بعد الطريقه. وعندي الماء دافي بحذايا. نبداو توا نحضروا اول حاجه الخميره والسكر، نخليهم يخبروا قبل كل شيء. لهنا عندي شطر مغرفة السكر. علاش اني باش نوري الطريقه توا؟ خاطر طلبتني وحده قالت لي راهي الخميره ما طلعتليش وعملت نفس الطريقه، كان ما طلعتش الخميره لوحو الخميره، راهي الخميره عادمه هذا هو راهو، والا تفسد العجينه نتاعك. حطيت لهنا شطر مغرفه السكر والماء دافي عليهم، نخلطهم كيما هكا ونغطيها. راهو الخميره مش ديما تجيك باهيه، كان ما فوجتش هبش نشوفوها توا بعضنا، كان ما طلعتليش اللوحه نجيب ونعمل وحده اخرى. وكان وصلت عريت على هالخميره وقسيتها بالطريقه هذه وتقول باش نستعمل الشطر ونخبي شطر، لا راهي ما تنجح لكش، شمت الهواء سي ما عادش تستعملها. هانا 500 غرام فرينه مكتوب عليها دي جامل تيري، 500 غرام فرينه عليهم خميره ساشي كامل خميره خبز. ردوا بينا باش العجينه نتاعنا ما نهلكوهاش، ما طلعتش الخميره لوحها عاود وحده اخرى باذن الله تنجح لك. اهم حاجه ما نحطوهاش في الماء البارد، حطوها كيف في الماء الدافي ومش ماء سخون. كان حطيتها في الماء السخون تقتل الخميره، راهو سخون برشا يهلك لي الخميره، يلزم ماء دافي. هاو توا اني باش نعملها هكايا خلطها مليح مليح، توا ونغطيها قدامكم ونشوفوها كيفاش في ضعف حجمها. بسم الله نخليوش الهواء يدخل لها بالطريقه هذه. نمدوا العجينه نتاعنا توا ونوريكم كيفاش باش نعجن عجينتي. اهم حاجه هني غطيتها ونشوفوها كيفاش يضاعف الحجم نتاعها باذن الله. كما قلت لكم وصيتكم ما عادش تغلطوا هالغلطه هذيا وتقولوا لي راهي الخميره ما عملتش مفعول، لو راهي الخميره مش باهيه. انا مكتوب عليها 500 غرام فرينه عليهم ساشي كامل خميره خبز. نرجع لكم توا كي يضاعف الحجم الخميره نتاعي. اول حاجه حطيتها هي السميد والفرينه، حطيت كيلتين سميد وكيلا فرينه. باش نحط عليهم اكل الفحات نتاعي البسباس وحبه الحلاوه والسينوج، ونحط عليهم الملح ونحط عليهم الزيت. توا الزيت هذه الكميه الاولى، ومازلنا باش نزيد ونستعملوا الزيت خاطر خبزتي اليوم تحب برشا زيت باش يجينا بنين. اهم حاجه توا نبسبسوا الفرينه والسميد بالزيت والفاح. لهنا كما قاعدين نشاهدوا الخميره نتاعي ضعفت، وقتها نستعملها. الخميره نتاعي ما طلعتش ما نستعملهاش. بسم الله توا نصب هالكول في الخليط نتاعي. بسم الله كي يقعد لنا هكايا في الكاس شويه ما يسالش، نخلطو بالطريقة هذه ونصب ونعجن توا بالطريف بالطريف اللي تكون العجينة نتاعي. لهنا حبيت نوريكم عجينتي رطبة مش يابسة،
اهم هنا خبز حاجه اخرى، لازم تكون العجينه بتاعنا رطبه. توا بعد ما خدمتها ربع ساعه بالعجينه، حضرت زيت الزيتونه بحذايا ونعركها بالزيت مره اخرى لين نسمعوا هك الحس نتاعها يترشق، ومن بعد نخليوها تخمر. باش نخليوها تخمر لين يتضاعف الحجم نتاعها، ومن بعد الخمره الثانيه زيد نعاودو نعجنوها ونحطوها في القالب. سر نجاح الخبزه نتاعنا لليوم هو طريقه العجنين نتاعها، رغم اللي انا حطيتها في الماكينه نتاع العجينه، انا لا نحب اني يعني توا نعملها بالزيت بالطريقه هذه. تو تشوفوا من بعد نتيجه على محلاها. نقعد توا نعرق فيها بالطريقه هذه لين تتلم العجينه مليح مليح وتشرب الزيت. نحط لكم توا بالتصوير السريع باش نربحوا الوقت. كملت عجنت العجينه نتاعي مليح مليح باش نحرجها لنفس الشقاله اللي عملت فيها. حطيت لها زيت، تحب الخبزه نتاعي زيت هاكا كيما تراو فيها رطبه العجينه. اهم حاجه توا هاني حطيتها في الزيت التغطية، توا نغطيوها مليح مليح. بسم الله الرحمن الرحيم، نخليوش الهواء يدخل لها. مازلت لنا حاجه بركة مرحله اخرى، هي بعد ما تكمل تخمر ويتضاعف الحجم نتاعها زيدو نعجنوها ونحطوها في القالب تخمر مرة أخرى. خليوها توا ترتاح. ونرجع لكم لهنا العجينة نتاعي خمرت. نشوفوها قداش، شوف الزيت كيفاش طلع الفوق. توا باش نعاود نعجنها. بسم الله نمسح يديا هكا بزيت، ما نعملوش الفرينه باش يجينا خبزنا ارطب وبنين بطريقه هذه. ونخرجوها ونعركوها. بسم الله، انا شفتوا عجينتنا قديش رطبه ماهيش. نعاود نعجنها، نمسحو يدينا بالزيت ونعاود نعجنها مره اخرى. توا نعجنها مليح مليح ونوريهلكم كيفاش باش نحطها في القالب، ونمسحو يدينا بالزيت. توا نكمل نعركها مرة أخرى ونوريكم كيفاش نحطها في القالب. لهنا عركت العجينة بتاعي مليح مليح كيما قاعدين تشاهدوا فيها، عملتلها بالزيت. أنا ما نستعملوش فرينة، أحسن حاجة ما نستعملوش فرينة، نحلها هكايا بيدياتي. باش نحطها توا في الفورمة باش نعملها خبيزة مدورة مزيانة، ونبدا ندور فيها بالطريقة هذه. طريقة سهلة ومزيانة. نسكرها مليح مليح ونشد الفورمة متاعي ودهنتها بالزبدة ونحطها مدورة مزيانة ونسكرها بالشيرة هذي. توا اهم حاجة المرحلة الاخرانية هذي، خليوها زيدة تخمر، نحطوها في الفور كي تعلق مرة اخرى. فيها وسع بال اما في النتيجة مزيانة. توا تشوفوا قديش تجيكم عجينة ياسر روعة، خبزة بنينة. انا طرحتها توا نخليها ترتاح معاش نمسها، خليها توا تخمر، ونوقتها تخمر نوريكم نقولكم قديش نحطو على الفور. معناها درجة الحرارة يلزمو يكون الفور سخون قبل. توا نغطيها ساعة ونخليها تزيد تخمر. بسم الله، كيما قاعدين نشاهدو لهنا الخبزة متاعي تخمرت في وسط الطبق. توا باش نعملها شوية هكايا مسحة من الفوق بالزيت. احنا نسميو هذا الخبز هذا خبز القروان، يبداو يبيعو فيها الخبزة خشينة على محليها بالطريقة هذه. طب باش تزيد تعلى هي وتيب
لهنا باش نفوحوها. باش نفوحها بالطريقه هذه نعمل كل اماره هكا باش تبدا منظرها مزيان، ما نكثروش برشا سينوش. نكمل نفس الطريقه باش تبدا كل كعيبه مزينه ومريقله. نجمو نعملو جلجلي باش يعطينا منظر مزيان. باش ندخلوها توا في الفور على 200 درجة ونحطو طبق في الوسط. اهم حاجه باش نوريكم بعد طريقه اخرى مع في وسط الفور باش نعمل كي تسيب الخبزه نتاعنا. توا نحطها في الفور على 200 درجه، نحطوها في الوسط ومن بعد باش نرجع لكم في المرحله الاخرى كيف هي تسيب نوريكم باش نعمل في وسط الفور. نرجعوا من بعد. هنا حبيت نوريكم الخبزه نتاعي قريب تسيب، تجي قريب تسيب بالضبط. نصب لها لهنا الماء بالطريقه هذه. الماء هذاك توا باش يسيب البخار نتاعو في وسط الخبزه نتاعي والخبزه تبدا رطبه من الداخل. جربوها الطريقه هذه ما تندموش. توا نخليها اكيك ربع ساعه ونخرجها من الفور. كيما قاعدين نشاهدوا الخبزه نتاعي طابت وحضرت جيت على محليها. توا نخليها تبرد ونخرجها. هذا كيما خبز القروين جاني على محليه. ان شاء الله عجبتكم اليوم الوصفه. نخرجه لكم من القلب كيف يبرد ونوريه لكم. الخبز التونسي اليوم طاب وحضر وجاتني على محليها، وشوفوا كيفاش جاتني عاليه ومزيانه. هذاك يجي الخبز نتاعنا خبز عربي مزيان وريحته على محليها. ان شاء الله يا ربي تجربوا هالطريقه وتقولوا لي رايكم. كان عجبتكم وصفتي لليوم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب، وكان انت اول مره تزور قناتي ما تنسيش الاشتراك فيها. نقولكم توا ميرسي على مشاهده الفيديو كامل، ونقولكم توا شهيه طيبه للجميع وميرسي.